26 بمحافظة البيضاء مهرجانا خطابيا وفنيا حاشدا بمناسبة الذكرى 22 لتأسيس الإصلاح تحت شعار أينما تكون مصلحة الوطن يكون الإصلاح. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. بمناسبة الذكرى 22 لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح والذكرى الأولى لاستشهاد الثائر عارف محمد الحرازي، أقام التجمع اليمني للإصلاح بالدائرة 126 مديرية دينا عن محافظة البيضاء مهرجانا خطابيا وفنيا حاشدا تحت شعار أينما تكون مصلحة الوطن يكون الإصلاح. المهرجان شهد إقبالا كثيفا وحضورا لافتا تقدمه عدد من قادة الأحزاب السياسية والمشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية وحشود كبيرة من المواطنين. الدكتور أحمد محمد المرزوقي رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة البيضاء ألقى كلمة الإصلاح هنأ فيها قيادة قواعد الإصلاح بالأعياد الوطنية والذكرى 22 لتأسيس الإصلاح، وتطرق إلى الدور الحيوي والنضالي للإصلاح على امتداد ربوع الوطن منذ تأسيسه وحتى اليوم. لم تكن هذه المطرقات والخصائص والأهداف للتجمع اليمني للإصلاح عبارة عن ترف فكري أو نصوص نظرية، بل أنها أصبحت حقيقة في الواقع. فهذا الإصلاح يمتد امتداد الوطن شرقا وغربا شمالا وجنوبا، تجمع أعضاؤه الأخوة الإيمانية بعيدا عن التعصب القبلي والطائفي والمذهبي، ويجدعو المجتمع كله إلى ذلك. ها هو الإصلاح ينبذ التعصب الحزبي، يمد ذراعيه لكل أبناء الوطن الخيرين والذين يسعون لرفع الوطن ورفع الظلم والاستبداد عن المواطنين، والسعي الجاد لإقامة الحكم الرشيد الذي يقوم على العدل والمساواة والعيش الكريم. وألقيت كلمة عن أسرة الشهيد عارف الحرازي في الذكرى الأولى لاستشهاده بساحة التغيير بصنعاء على يد قناصة من بلاطجة الرئيس المخلوع. الأخوة الحاضرون جميعا، إننا نشكر الجميع وعلى رأسهم قيادة وأعضاء التجمع اليمني للإصلاح على إحياء ذكرى الشهيد عارف وعلى مواقفهم النبيلة والإنسانية تجاه أسرتهم وأولادهم، ولكنكم والله لا تعيشون ما إن عيشوا بسبب يرافقه. فكما كان الشهيد وفيا في واجبه، فإن مطلبنا اليوم منكم الوفاء له بالحفاظ على هذه المكاسب التي حققتها الثورة، والسعي لإكمال المشوار حتى تقر أعين الجميع بالأمن والاستقرار. كما تخلل المهرجان عدد من الكلمات والقصائد الشعرية والأناشيد بالمناسبتين نالت استحسان الحاضرين. فهد الطويل، قناة سهيل الفضائية، محافظة البيضاء. أقام القطاع الطلاب